ليه سيدنا معاوية بن أبي سفيان عهد بالخلافة إلى يزيد ابنه رغم إن في ناس أفضل من يزيد ابن معاوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب في فيديو جديد. ده بقى الباب اللي بينطلق منه كثير من أهل البدعة في الطعن على الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان. قال لك هو وراثة وخلى الحكم وراثة وكان بيحب الحكم وكان بيحب الدنيا ويظل يطعن فيه لهذا الأمر اللي كتير من المسلمين ممكن بتدخل عليه بعض هذه الشبهات المتعلقة بهذا الصحابي الجليل. أنا متعاطف مبدئيا مع سيدنا معاوية جدا. سيدنا معاوية من صحابة رسول الله، وده كافي جدا اللي أنا أتعاطف معاه ودافع عنه بكل قوة، وبرضه بالعلم مش بالكذب. تعال أرد لك على الموضوع ده اللي ممكن بعض المسلمين يعني يشيل في صدره، وده شيء خطأ لازم يعالجه فورا تجاه معاوية بسبب الموضوع ده. يقولك ازاي خلى الخلافة لابنه؟ ازاي الكلام ده؟ تعال نرد، مش من كلام علماء الشرع، من علماء الاجتماع، ومش اي واحد، ده مؤسس علم الاجتماع العلامة ابن خلدون. تعالوا نشوف قال ايه في مقدمة ابن خلدون المشهورة. والذي دعا، يقول بتصرف يسير، والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية. من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الغلب منهم. بيقول إن لو قال بالخلافة لحد بره بني أمية كان ممكن بني أمية تختلف عليه ويحصل تنازع ويحصل تفرق، ففضل إن كلمة الأمة تتحد على شخص منسوب لقبيلة قوية شريفة زي بني أمية عشان ما يحصلش مجازر وتحصل فتن، وعايزين بقى الدولة تستقر. وما صدقنا الحمد لله استقرت منذ عام الجماعة سنة 41 هجرية. يقول أيضا العلامة ابن خلدون: فآثره بذلك وعدل عن الفاضل إلى المفضول. أيوة كان في ناس أحسن منه، حرصا على الاتفاق والاجتماع، ولا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك. ده صحابي يا أخوان، اوعى تقول لي أصل كان ده صحابي جليل. أكيد ابن خلدون يقول كده، أكيد الظن فيه أنه حرص على الاجتماع، فيجوز في الحالة دي أختار المفضول عن الفاضل للظروف المحيطة بالمفضول تخليه أولى من الفاضل. ده وجهة نظر ممكن برضو تصيب وتخطئ، مفيش مشكلة، بس كان يعمل لصالح الدين ولصالح الأمة. ده كلام، مش كلام أنا، ده كلام مؤسس علم الاجتماع العلامة ابن خلدون. يقول أيضا: وحضور، دليل تاني بقى، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليس ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منه. يقول الصحابة هتسكت على الخطأ، ولا معاوية هتاخد العزة بالإثم إنه يرد الحق، لأن دول صحابة وعدول، فالظن فيهم خير شيء، نظن فيهم أحسن حاجة، لدول أفضل جيل عبد الله تبارك وتعالى. خلي بالك الحافظ عبد الغني المقدسي بيقول إن بايعوا 60 من الصحابة، سيدنا عبد الله بن عمر في البخاري بايعهم، قصة مشهورة. فالخلاصة إن سيدنا معاوية كان خايف من المجازر والفتن اللي ممكن تحدث لو ساب الأمر شورى وبدأ الناس تختار وتختلف، ففضل إن ابنه يكون هو الوالي بسبب إن ده يكون أكثر التئاما لكلمة الأمة. هذا الظن ممكن يصيب أو يخطئ، لكن هو كان شايف إن هذا الأفضل لصالح الإسلام والمسلمين. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت وشارك في القناة. أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.